اللفظ الأول وهو الاسم. كم بحث عندنا في الاسم؟ البحث الأول أن هذه الكلمة وهذه اللفظة مشتقة من ماذا؟ هل هي مشتقة من السمة بمعنى العلامة، أو مشتقة من السمو بمعنى الارتفاع أو العلو؟ هذا فد بحث. البحث الآخر أنها هذه أصل الكلمة من الناحية الصرفية ماذا؟ واوها زائدة، سينها زائدة، ميمها زائدة، أليفها زائدة، ياو منها زائد، ياو منها أصل. السيد العلامة في كلا هذين البحثين لا يتوقف طويلا كما أشار، قال في الأبحاث الأدبية واللغوية والنحوية بما يتعلق بغرض المضمون نحن نقف، وإلا أكثر من ذلك لا نقف. فلهذا يقول وكيف ما كان، هسه سواء كان منتزع مشتقا من السمو أو كان مشتقا من السمة. ولكنه الإخوة اللي يريدون يراجعون وهذه الأبحاث بالنسبة لهم مهمة، هذا البحث وهو أنه الاسم مشتق من السمو أو مشتق من السماء، توجد فيه ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول يقول لا، الاسم مشتق من السمو يعني الارتفاع، وأساسا لا يصح أن يكون مشتقا من السماء بمعنى العلامة. وهذا اتجاه يختاره جملة من المحققين، منهم السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في كتابه البيان، يقول أساسا اشتقاق هذه الكلمة من السماء مو صحيح، هذه الكلمة مشتقة من أين؟ من السمو بمعنى الارتفاع. الاتجاه الثاني يقول لا، هم هي مشتقة من السماء، وهي مشتقة من أين؟ من السمو. وأساسا السماء والسمو له بينهما جامع حقيقي، أساسا هذين الاثنين مو معنيين، وإنما عندما نرجع لنبحث عن الجذر لهما نجد أن جذرهما وأصلهما ماذا؟ واحد. وهذا هو الاتجاه الذي يختاره السيد السبزوار رحمة الله عليه وجملة من المحققين، أنه أذن الكلمات في المشتركات اللفظية في اللغة، المشتركات اللفظية، يقول بأنه نحن لا نقبل بأن المشتركات اللفظية كثير من هذا الذي يسمى مشترك لفظي في الواقع هو يرجع إلى أصل واحد وجذر واحد. هذا انفد اتجاه في فقه اللغة، وجملة الآن من العلماء في علم الألسنيات في علم حديث يستحدثه يقولون بأنه تشوف أنت ظاهر الكلمات بعضها مختلف مع بعض، لكن أنت من ترجعها إلى جذورها وأصولها تجد أن أصلها واحد. هم هسه هذا في الاتجاه. الاتجاه الثالث مثل اتجاه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، يقول ما يهمنا احنا هسه سواء كان مشتقا من السمو او كان مشتقا من السماء، وكيف ما كان من هذا او ذاك، هذا لا يؤثر على البحث المضموني والدلالي لفهم هذه الكلمة. المهم البحث الثالث، وهو انه ما هو المراد من الاسم. بحسب المتعارف عندنا، نحن عندما نطلق الاسم نراد منه ذلك اللفظ الدال على ذات على مسمى خارجي، عين خارجي. أنت عندما تقول زيد هذا اسمه، عمرو، خالد، هذه أسماء تدل على ماذا؟ هذه تدل على ذوات خارجية. وتمييز الذوات الخارجية بماذا يتحقق؟ ها؟ من خلال الأسماء. فلهذا أنت إذا عندك فد ذات خارجية حقيقتها مع تلك الحقيقة واحدة، ما تعطيها اسمين، وإنما تعطي لهما ماذا؟ اسما واحدا. هذه الحقيقة وهي الحديد، هذه الحقيقة وهي الحديد، من حيث الذات إذا واحدة تعطيهما اسمين له اسم واحد، تعطي اسم واحد، أنت تقول هذا حديد وهذا حديث، ها في كل أسماء الأجناس هكذا. أما إذا اختلفت الذوات فتعطي لهذه الذات أليف اسما، وتعطي لتلك الذات باء اسما آخر. فالأسماء تدل، أسماء اللفظية ها، فالأسماء تدل على المسميات التي هي أعيان خارجية. سؤال، الاسم هنا عين المسمى ولا غير المسمى؟ الاسم يعني اللفظ عين الواقع الخارجي، غير الواقع الخارجي من الواضح، لفظ عين الواقع الخارجي، مفهوم عين الواقع الخارجي.
وهذه نسميها الأسماء اللفظية، وهذا هو المستعمل في عرفنا. عندما نسمع اسم ذهننا يتبادر إلى أي معنى؟ إلى الأسماء التي هي في عالم الألفاظ والتي تدل على مسميات وأعيان خارجية. ومن الواضح في هذا المجال أن الاسم غير المسمى، لأن الاسم من مقولة والواقع والعين الخارجية من مقولة أخرى. أساسا هذا أمر اعتباري وذاك أمر حقيقي تكويني واقعي. ولكن هناك اصطلاح آخر في الاسم، السيد العلامة مو طريقته هذه ولكنه أدخل البحث هنا فلا بد أن يتضح. يقول: قد يطلق الاسم ويراد به استعمال آخر غير الاستعمال المتقدم. ما هو هذا الاستعمال الآخر؟ من الآن فلنصطلح عليه الاسم بالاصطلاح العرفاني، ذاك الاسم بالاصطلاح الأدبي واللغوي واللفظي. هذا الاسم الذي راح نبينه بالمعنى الثاني فلنصطلح عليه الاسم بالاصطلاح العرفاني. ماذا يقصدون هؤلاء عندما يقولون نحن نبحث في علم الأسماء؟ لأنه العارف يقول بحثي في علم الأسماء. شنو مقصودة من الأسماء؟ مقصودة يعني الألفاظ، لو مقصود شيء آخر عنده. شوفوا فهم الاصطلاح ايش قد إلى أثر. أنت لو من برة تسمع تقول بأنه العارف يبحث علم الأسماء، تقول له يعني شنو بحث اللغوي؟ شنو ربطه هو علم الأسماء؟ لا، هو مقصود عنده اصطلاح خاص في الاسم ويريد يبحث ذاك الاصطلاح الخاص، ولكن مشترك لفظي مع الاسم بالاصطلاح اللغوي والأدبي. أما الاسم بالاصطلاح العرفاني، يطلق الاسم عند العرفاء على الذات متحيثة بحيثية من الحيثيات، هذا يسمى اسم عندهم. أنا أقرب المطلب إخواني شوي، خلوا ذهنكم يمين المطلب في نفسه دقيق، والعبارة هماتينا غامضة ما توصل المطلب فلا بد أن نوضحها. أنتوا جنابكم تعالوا إلى زيد الخارجي، افترضوا هذا زيد الخارجي هو له علم وله عدالة وله طبابة، يعني طبيبه. هذه الذات الخارجية واحدة لو متعددة؟ ها، واحدة. ولكن أنت عندما تقول زيد عالم، أنت دا تتكلم عن طبابته وعن عدالته، لو تتكلم عن الذات المتحيثة بها الحيثية ياهو من هنا، ها، فقط فيها الحيثية، مع أنه زيد عنده حيثيات أخرى، بس أنت غرضك من تقول زيد عالم مو مرادك الذات مع كل حيثيات الذات، وإنما مرادك الذات متحيثة بهذه الحيثية. عندما تقول عالم، عندما تقول فقيه، ما هو مرادك؟ الذات متحيثة بهذه الحيثية. عندما تقول طبيب، الذات متحيثة بهذه الحيثية. خب هذه الذات متعددة ولا واحدة؟ واحدة. ولكن من تعددت الحيثيات الآثار تتعدد أو لا تتعدد؟ خلوا ذهنكم يمي رجاء، هم أكرر، هاي الآثار تتعدد أو لا تتعدد؟ ها؟ تعدد. بشهادتي أنه أنت عندما تريد أن تأتي بزيد لأجل أن يشهد لك، تذكر حيثية فقاهته وتذكر حيثية عدالته. خل ليش ما تذكر حيثية فقاهته؟ تقول لأن الغرض اللي أنا أريد أرتبه والنتيجة التي أريد أرتبها مترتبة على زيد مع حيثية الفقاهة، لو على زيد مع حيثية العدالة ياهو من هنا. وإلا إذا عدالة ما موجودة، حيثية الفقاهة لها أثر أو ليس لها أثر؟ ليس لها أثر، أنا ما عندي شغل به. عندما ترجع إليه للطبابة، لو سئلت لماذا رجعت إليه تقول لأنه فقيه، لو تقول لأنه طبيب. قل لأنه فقيه، شنو الفرق؟ مع أن الذات واحدة لو متعددة، هي الذات متعددة لو واحدة، واحدة لعدين جنابك تحيثها من هالحيثية ما تحيثها من حيثية أخرى. تجيبني تقول بأنه الأثر الذي أنا أريده مو مترتب على ذات زيد بما هو زيد، وإنما مترتب على هذه الذات متحيثة بهذه الحيثية. وإلا إذا هذه الحيثية ما موجودة أنا ما عندي شغل بالذات بما هي ذات.
النتيجة التي نأخذها ما هي؟ وهي أن هذه الحيثيات التكوينية، يعني شنو؟ يعني حيثية الطبابة، حيثية الفقاهة، حيثية العدالة، اللي هي هاي الصفات، هذه إذا أخذت الذات مع حيثية من هذه الحيثيات بحسب اصطلاح علم العرفان يسمى اسم من الأسماء. خو هذا الاسم عين خارجية لو لفظ من الألفاظ، هذا الاسم بهذا الاصطلاح عين خارجية لو لفظ، الذات عين لو لفظ، ها عين تكون، وتلك الحيثية أمر خارجي لو أمر اعتباري، حيثية الطبابة أمر اعتباري لو خارجي، خارجية، فالذات خارجية وحيثية الطبابة خارجية، فالاسم بهذا المعنى يكون أمر خارجي، عين خارجية تكون لو أمرا ذهنيا يكون. فإذا العارف عندما يقول أسماء مراده يعني الألفاظ لو مراده العين الخارجية، فعلم الأسماء يعني ماذا؟ علم الأعيان الخارجية. يا أعيان، يقول ها هو علم التوحيد، ولكن علم التوحيد لا الذات بما هو ذات، بل الذات متحيث بالحيثيات. ما أدري قدرت أوصل المطلب إلى الإخوة أنه هؤلاء ماذا يقولون؟ فعلم الأسماء مو علم كلمة عالم رازق، لا، علم ماذا؟ علم الذات متحيثة بحيثية من الحيثيات. وهذا التعريف يذكرون، يقولون الاسم فرقه عن الصفة ما هو؟ شنو الفرق بين الاسم والصفة؟ الصفة غير قابلة للحمل لأنه جامد، علم قابلة للحمل أو غير قابلة للحمل؟ في المنطق قرأتم قابل للحمل ومقابل للحمل، تضطرون أن تقدرون، تقولون زيد عدل، مقصودنا زيد ذو عدل. لماذا؟ لأن عدل صفة، والصفة قابلة للحمل وغير قابلة. نعم، لابد أن تأخذ منها مشتق، تطلع من العدل عادل، ثم تقول زيد عادل. شنو الفرق بين عادل وعدل؟ يقولون الفرق بين العادل والعدل أن العدل صفة، وأن العادل ذات مأخوذة مع صفة. هذا الفرق بينه، ولكن صفة وذات مأخوذة مع الصفة، هذه يا ذات، ذات اللفظية لو ذات الخارجية؟ ذات الخارجية يقولون مأخوذة مع صفة من الصفات. واضح المطلب؟ خب الآن تعال معنا، هسه لماذا يسمون هذا الاسم؟ ما هو هذا؟ هاي العين الخارجية، يعني الذات مأخوذة مع صفة من صفاتها، لماذا يسمى اسم؟ ما هو منشأ المشابهة؟ مو احنا قلنا في اللغة الاسم ما هو؟ ها؟ هو الذي يميز الذوات الخارجية، يميز أو لا يميز؟ هنا الصفات التي تذكر للأشياء تميز الأشياء الخارجية أو لا تميز؟ ها؟ تميز أيضا. الذي له صفة العلم غير الذات التي ليس لها صفة العلم. إذن هذه الصفات الواقعية تميز الذوات لو ما تميز الذوات؟ ها؟ وتمييزها للذوات واقعي تكويني لو اعتباري لفظي. إذن نفس الخصوصية التي نجدها في الاسم اللفظي نجدها في الصفات الواقعية أو لا نجدها؟ ونحن قلنا في المقدمة أن الألفاظ موضوعة للقوالب لو موضوعة للأغراض المحصلة منها، ها؟ ونفس الغرض الذي يحققه لنا الاسم اللفظي يحققه لنا ماذا؟ الصفات الواقعية، فإنها تميز لنا الذوات. ما أدري واضح ولا؟ ها؟ الصفات تميز لو ما تميز؟ بل تميز هذه الذات عن غير تلك الذات، وتلك الذات عن ذات أخرى. خب أيهما أحق أن يسمى اسما حقيقة؟ الاسم اللفظي لو الاسم التكويني، أي منهما؟ ها؟ ماذا تقولون؟ هسه من حقك أن تسأل، تقول ما الثمرة؟ أريد أقول ها الثمرة هذه، أجعل الاسم اللفظي اسم الاسم، لو أجعل الاسم الواقعي اسم الاسم، ياهو منهن أجعلهن.
الاسم اللفظي أحق بأن يسمى اسما لو الاسم الواقعي أحق أن يسمى اسما؟ الجواب الاسم الواقعي، لأن ذاك أمر تكويني وهذا أمر ماذا؟ اعتباري لفظي. ومن هنا تجد أن هؤلاء قالوا العالم يعني الذات المأخوذة بوصف العلم خارجا هو الاسم، ولفظ العالم هو ماذا؟ اسم الاسم. ومن هنا وجدت هذه الاصطلاحات في كلماتهم. عندما يقولون اسم مرادهم ماذا؟ مرادهم الذات متحيثة بحيثية من الحيثيات، كحيثية العلم، كحيثية القدرة، فتسمى تقول قادر، عالم، سميع، بصير. خب هذا العالم الذي هي عين خارجية له لفظ يحكي عنه أو ليس له لفظ يحكي عنه؟ بلي، أي لفظ؟ لفظ العالم. فلفظ العالم يكون اسم لأي شيء؟ للاسم الواقعي الذي هو الذات متحيثة بحيثية من الحيثيات. هسه العبارة اليوم ما نقدر نطبقها، عندي دقيقتين ثلاثة أريد أخذ النتيجة. ومن هنا يتضح لنا مطلب أساسي جدا، وهو أن الإنسان هل يستطيع أن يرتبط بالذات مباشرة أو لا بد أن يرتبط بها من خلال الصفات؟ ها؟ من خلال الصفات بعد. لماذا؟ لأن الطريق مسدود أمام الذات، أنت الذات ولا يحيطون به علما. إذن الطريق أمامك إلى الذات ما هو؟ هذه الصفات فقط. فأنت عندما تريد أن ترتبط بالله ترتبط من أي حيثية؟ واحد يرتبط به من حيثية العلم، واحد يرتبط به من حيثية القدرة، واحد يرتبط به من حيثية السمع، واحد يرتبط به من حيثية الرزق، واحد يرتبط به من حيثية الإعطاء، واحد يرتبط به من حيثية الإحياء الإماتة. ولكن كل هذه الحيثيات في الذات أم خارج عن الذات؟ كلها عين الذات ولا يؤدي إلى تعدد الذات، الذات واحد. ومن هنا جنابك إذا تريد تطلب من الله الغفران تقول يا معاقب يا معاقب، لو تقول يا غافر يا غافر، ياهو منهن؟ هو المعاقب والغافر اثنين لو واحد؟ خو تكلم قل يا معاقب يا معاقب يا معاقب. أكو واحد منكم يقول يريد يستغفر الله يقول يا معاقب يا معاقب. مريض عندك دا يموت، تريد تدعو له بالشفاء وبالحياة، تدعو الله يا مميت يا مميت، لو يا محي يا محي، ياهو منهن؟ ها؟ شنو المحي والمميت هم اثنين واحد؟ خو قل له يا مميت. ليش تقول له يا محي؟ ها؟ لأنه أنت لا تريد الذات من كل الحيثيات، أنت تريد الذات من أي حيثية؟ من حيثية الإحياء، هاي الحيثية مطلوبة، والأثر يترتب عليها. وإلا والأثر على الذات بما هي ذات، ما تريد أنت، أنت تريد الذات متحيثة بحيثية الإحياء، متحيثة بحيثية العلم. فلهذا عندما تطلب من الله سبحانه وتعالى الرزق ماذا تقول له؟ يا قابض يا قابض، لو تقول له يا رازق يا رازق، يا مؤمنين. ما تدعو الله بقابض قابض قابض، تقول رازق رازق رازق. وعلى هذا الأساس يقول الاسم له اصطلاحا. طبعا هذه عادة السيد العلامة ما يخرج هالخروج، هذا خروج عن 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 التفسير، لأن هذا بحث عرفان صار ما له علاقة بالتفسير، ولكن أراد أن يبين الاصطلاح فقط. فتلخص مما تقدم أن الاسم له اصطلاحان، اصطلاح لفظي وهو الأمر اللفظي الدال على المسمى، واصطلاح ماذا؟ عرفاني وهو عين خارجية. والأسماء اللفظية بعد لا تكون أسماء وإنما تكون أسماء الأسماء. والحمد لله رب العالمين.